السلام عليكم أينما كنتم، ساعة من الرياضة في كورة، أهلا بكم. البداية من تصريح لمدير الدائرة الإعلامية للهيئة التطبيعية: لم يصلنا كتاب رسمي بإلغاء ودية أذربيجان. لا، هو ماكو شيء رسمي واصل، يعني كل هذه أحاديث، ولم يصل إلى التطبيعية كتاب رسمي من الاتحاد الأذربيجاني بإلغاء المباراة أو تأجيلها، هي كل ما هنالك تكهنات. أستاذ، مباراة المنتخب الكويتي وين وصلت أخبارها؟ يعني ماشية، وهي مباراة موثقة، وإن شاء الله يحضر المنتخب الكويتي وتكون هي محطة إعداد للتصفيات الآسيوية المزدوجة. أثناء المباريات الودية للمنتخب، هل سنشاهد توقف الدوري أم سيستمر؟ يعني هذا قرار للجنة المسابقات، هي الأدرى بمثل هذه الأمور، لأنه عمل تطبيعي عمل لجان، وهناك يعني تفاهم وتنسيق بين اللجنة الفنية ولجنة المسابقات من أجل تهيئة الأمور للمباريات المقبلة. عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيد يقدم اقتراحا للهيئة التطبيعية بشأن رواتب مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش. الدعم إلى فترة محدودة، مهما يكون هناك دعم للأندية العراقية المشاركة في الدوري العراقي، سواء كان دور الممتاز أو دور الدرجة الأولى، من منظمات مجتمع مدني ومن رابطة المصارف ومن بين المركزي أو وزارة المالية ومن الدولة العراقية ووزارة الشباب والرياضة. هذا الدعم يعني يحتاج إلى أنه يبوب في جانب إنفاق استثماري، وبالتالي جانب الاستثمار هو اللي راح يطور من هذه الأندية ويطور إمكانياتها. الاعتماد على الدعم بصورة مستمرة، هذا الدعم ممكن بارتفاع أسعار النفط وبانخفاض أسعار النفط راح يتأثر، وبالتالي تأثر الأندية. الأندية اليوم عليها تعظم إيراداتها، تعظم مواردها المالية اللي ممكن من خلالها تخلص من هذه الأزمة خلال هذه الفترة. اليوم كهيئة تطبيعية عندهم مشكلة، وهي أنه قضية مثلا تحويل عقد المدرب، أنه تعرف المدرب أجنته لازم يحولون عقده من العراق إلى الدولار، فهذه تواجههم مشكلة بالرقابة المالية. شنو الحل؟ عندك يعني معلومة عن هذا؟ يعني هذا موضوع بسيط جدا، باعتبار اليوم البنك المركزي هو قائد السياسة النقدية بالبلد، هو اللي يسيطر على مسؤول عن سعر صرف الدولار اتجاه الدينار، ونافذة بيع العملة هي المسؤول عن البيع. أعتقد بكتاب رسمي من الحكومة العراقية للبنك المركزي راح تحل هذه المشكلة. الشباب النيابية تؤكد بأن مخاوف وزير الصحة هي السبب وراء عدم دخول الجماهير إلى الملاعب. لم تحصل الموافقات، والسيد وزير الصحة أثناء لقائنا الأخير معه وبحضور السيد وزير الشباب والرياضة طرح مواضيع فنية، إنه هناك يعني موجة قادمة لفيروس كورونا، وربما هاي تسبب يعني إصابات كثيرة، لذلك طلب من عندنا أن يكون على الجلسة القادمة للجنة الصحة والسلامة الحكومية مسألة عودة الجماهير، وراح يكون بحضورنا من أجل إقناع الأخوة الموجودين باللجنة حتى نحصل من عندهم موعد يحدده وزير الصحة لعودة الجماهير. لذلك لا يمكن الآن أن أطرح أنه موضوع عودة الجماهير راح يكون في وقت قريب أو طويل، ننتظر الجلسة حتى نعرف القرارات النهائية اللي راح تصدر من قبل لجنة الصحة والسلامة الحكومية. أستاذ عباس، اليوم وزير الصحة مدى يشوف المولات والمقاهي يعني كلها مفتوحة، ليه دائما بس على الرياضة ومدى ينطلقون يعني دخول الجماهير؟ والله نفس كلامك، احنا تحدثنا معه، يقول أنا بالنسبة لي أعلن يعني وأثقف لهذا الجانب، وتبقى الدوائر والمؤسسات التنفيذية هي تأخذ دورها. يقول أنا ما عندي سلطة أمنع الناس، بس لكن عندي قرارات أصدرها. مدير عام قناة الشباب الرياضية الدكتور عدنان لفتة يؤكد بأن القناة ما زالت في مرحلة البث التجريبي. هي مو بداية انطلاق، هو بث تجريبي. دائما البث التجريبي هي محاولة أولا للتأسيس للتعريف في القناة، لكن العمل سيأتي بعد الانطلاق الرسمي. الانتقالات أكيد على التردد، ربما على يعني الصورة غير واضحة، أكيد إحنا في بداية، أكيد مو كل الأمور تكون فنيا ولوجستيا تكون غير واضحة. بالنسبة لنا راح يكون عندنا 3 قنوات وليس قناة واحدة، فبالتالي الأمر يحتاج إلى وقت. وأنا مو معقولة من البداية أطلق 3 قنوات، الآن تردد واحد، من يستقر البث الفني وبشكل عام تقني أكيد ننطق من اتجاه الترددات الأخرى. راح تشاهدون أشياء جديدة نقول موازية لما يحدث في العالم. وعدنا عند الانطلاق الرسمي راح تشوفون قناة مميزة بكل شيء. ما راح نقول إنه القناة الفلانية والقناة العربية، لا، راح نخلي كل عراقي يفخر بهذه القناة. توعد الجماهير العراقية أكيد هي أولا هي قناة للجمهور،
دور الجمهور راح يكون كبير في هذه القناة عن طريق التفاعل، عن طريق الاستفتاءات، عن طريق الكثير من الأمور ستكون هي محط عناية ومحط اهتمام الجمهور. نتمنى من الجمهور يدعمنا، نتمنى من الجميع يدعمنا. احنا غايتنا أن نقدم إعلام مهني رياضي بصورة جميلة، بصورة مشوقة، ويخدم الرياضة العراقية ويخدم المواطن العراقي. المستشار الإعلامي لنادي الديوانية علي لفتة يؤكد بأن إبعاد المحترف كابسلي جاء بسبب تمرده في التدريبات. كان طموحنا أن يكون كابسلي بأعلى المستويات. كابسلي ابتعد عن التمرينات، يتمرد بالتمرينات، إمكانيته الفنية أصبحت متراجعة جدا، غير مستفاد منه، وبالتالي السيد رئيس الهيدرة منح للمدرب صلاحية أن يعلن موقفه من اللاعب. المدرب قال أنه اللاعب ما يفيدني، وبالتالي بالتراضي تنفسخ عقده. يعني اليوم بسبب المستوى الفني؟ نعم، بمستوى المستوى الفني. يعني يوم مشاهدنا أداء من سجل على الشرطة قلت خوش لاعب، يعني مباراة سجل بهدف توفق، لكن في كثير من الأحيان وفي كثير من المباريات عانينا من اللاعب. في المرحلة الثانية سيكون الفريق فريق بشكل آخر. يعني سنشاهد هناك تغييرات في النادي؟ أكيد، وهذا معمول، يمكن كل الأندية راح تجري بها تغييرات، ومن ضمنها تغييرات جذرية بنادي الديوانية. من خلال اللاعبين او الكادر التدريبي ام في الاداره؟ لا ليس في الاداره، الاداره تتبع تخضع للانتخابات، والكادر التدريبي باقي. التغيير وين؟ التغيير بعدد من اللاعبين، استقطاب عدد من اللاعبين. نادي النفط يهدد بالانسحاب من الدوري الكروي الممتاز في حال استمرار الازمه الماليه. نتابع. صارت من الشهر الثاني لحد الان اي لاعب ما مستلم دينار واحد من النادي، وهذا امر صعب جدا، فبالتالي أثرت كثيرا حتى على مسيرة النادي بالدوري. يعني هاي المداولات مستمرة، وهي قد يكون الروتين معطلها، وقد يكون هناك أمور أخرى، لكن هي بطريقها إلى الحال حلوة، قد يكون لفترة زمنية، لكن من يطول الحد أصور يعني سبب مشاكله. وبالفعل مع فريق كرة القدم أصور جزء من النتائج السلبية تأثير للأزمة المالية. اليوم اللاعبين قاعد يستلمون فلوس؟ أبدا إطلاقا، أقول لك من شهر الثاني لحد الآن أي لاعب ما مستلم. تمام. اليوم وزير النفط شنو دعمكم؟ والله وعود فقط، يعني مع كل يعني وعود ان النادي ميزانيته كذا، ولحد الان انت تستلم يعني كلام على الورق، ولحد الان وضع المالي سيء جدا. استاذ، هل سنشاهد انسحاب نادي النفط بسبب الضاقه الماليه؟ ان شاء الله ما ننسحب، اذا لان احنا ننتظر حل الامور. واتصور يعني نادي مثل النفط يعني على مستوى كره القدم ولا مستوى السله لم تحل الامور. لا اكيد طبعا انت مضطر على الانسحاب، يعني اخاك مجبر الا بطله، يعني راح تنسحب لان ما عندك اموال، يعني ما تفقد مصداقيتك مع الاخرين ومع اللاعبين، فبالتالي تنسحب افضل. في مؤتمر انتخابي مميز للهيئة العامة لنادي الرفاعي تنتخب هيئة إدارية جديدة وفق قانون 18. نبارك للإدارة الجديدة وحظ أوفر الذين لم يحصلوا على ثقة الهيئة العامة. نتابع. انتخابات جرت بصورة ديمقراطية سلسة، الهيئة العامة المتواجدة كلهم مسلحين بالثقافة والديمقراطية وحب اللعبة. أكيد اللي رشحوا كريم جابر فيروز هم يعرفون بتاريخي الرياضي وخدمتي بالمحافظة والقضاء. نبارك للأخوة الفائزين ونتمنى أن يقدموا ما عليهم من جهود كبيرة لخدمة هذا النادي العريق. إن شاء الله نكون عون لهم ونقدم مستوى يرضي الجمهور الرياضي بالقضاء خاصة بالمحافظة عامة. هذه الانتخابات التي جرت بسلاسة بحضور مديرية الشباب ذي قار. احنا عندنا طموح انه نادينا يكون في اعلى مستوى. تحية اخرى مشاهدينا الاكارم، ضيوف حلقة هذا المساء كل من الكابتن مهدي كاظم المدرب المساعد لفريق الكهرباء، واللاعبين كما تشاهدون محمد ابراهيم وعلي خالد ومصطفى علي. مرحبا بكم جميعا. البداية منك كابتن، حياكم الله. اهلا وسهلا بك استاذ علي وبالساده المشاهدين وبالاخوان اللاعبين. البدايه من مشوار الفريق في الدوري الكروي الممتاز الى الجوله التاسعه، شلون شفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لفريق الكهرباء، يعني احنا مثل ما تكلمنا باكثر من مره قلنا فريقنا فريق جيد، تلك عناصر جيده، لكن تعرف الفترة جلوس اللاعبين بتاعتهم عن التدريبات توقف، تقصد توقف نعم، أثر على مستوى اللاعبين خصوصا المباراة الأولى، لكن الآن وضعنا جيد مثل ما يشوف الشارع الرياضي والمسؤولين بالكرة بالبلد. فريق الكهرباء من الفرق المهمة
والقادم إن شاء الله يكون أفضل بكثير. أكو استقرار ترى بالكهرباء في كل موسم. نعم. من حيث النتائج، من حيث الأداء. أستاذ علي هو سبب؟ بداية من الهيئة الإدارية المستقرة والكادر التدريبي المستقر، يعني إحنا صار لنا يمكن أكثر من 3 سنوات نفس الكادر ومعظم الفريق نفسه، يعني بقينا تقريبا 70-75% من اللاعبين، فصار انسجام، وهذا يعني كنا نطالب به دائما الاستقرار للمدرب وللاعب، بالتالي يصب بمصلحة النادي ومصلحة المنتخب. طيب مرحبا علي. اهلا وسهلا. مرحبا مصطفى. اهلا وسهلا. مرحبا محمد. اهلا وسهلا. منين نبدي؟ معك واحد منهم. انت بعد بديت من الكابتن؟ من علي. لا عاد ابدي من يمك. شلون تشوف مشوار الفريق لغاية الآن؟ والله مثل ما ذكر الكابتن يعني البداية كانت صعبة شوية لأن سبب التوقف اللي مرت به جانا جائحة كورونا. من مباراة لمباراة قاعد الفريق يتطور يعني المستوى الفني والبدني، يعني قاعد نشتغل على الجانب البدني اكثر شيء، لان يعني بتعرف المتعوف الجانب الفني والجانب الخططي. امورك طيبه بالدوري؟ الوضع جيد، الارقام جيده، الحمد لله وشكرا. استرخي، اريد امورك طيبه ويانا يعني هنا. لا طيبه طيبه ان شاء الله الامور. كم هدف عندك؟ عندي 6 اهداف. ما شاء الله. ها الحمد لله. صانع كم هدف؟ 4 اهداف. انت مع الانجاز الفردي لو الجماعي محمد؟ بس تصير دبلوماسي وتقول لا 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 طبعا لا لا والانجاز لا لا الجماعي. لا لا اول شيء يعني والله نفكر انه بالفريق يعني نبدا به، بس يعني شلون خلينا نقول نساعد الفريق احسن ما انه تفكر بنفسك اكثر من الفريق. لا ما يصير. يعني تسجل 5 اهداف تريد بمباراه واحده لو الفريق يفوز 3-0. لا خل الفريق يفوز احسن. يوم الله يسجل محمد. يفوز الفريق. محمد انت مو مهاجم صريح. لا مو مهاجم صريح، انت جناح. يمين يسار حسب خطه وفلسفه اللعب. فالوصول لهذا العدد التهديفي شنو سببه؟ انسجام الفريق؟ انت اجتهدت اكثر؟ وين الموضوع؟ السر وين الموضوع؟ يعني مساعدة اكيد الكادر التدريبي والاخوان اللاعبين وانسجام مع اللاعبين، يعني اكثر صوره. جيد، اموره طيبه. ايه. ها انت شنو وضعك مصطفى؟ انا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك، تحيه للكابتن مهدي واللاعبين اخواني. يعني اكيد فريق الكهرباء مثل ما يعني ما ذكر كابتن مهدي انه احنا متجانسين، يعني صارنا حوالي 3 سنين 4 يعني لاعب يعرف الثاني. فاغلب التشكيله يعني لاعب يعرف الثاني، فاذا محمد برز او اي لاعب بالعكس هاي تنحسب له. وانه يعني وين السر؟ الكهرباء بدأ بنتائج سلبية، بعدين تحسن المستويات، وصلنا لفوزين متتاليين، صاعد الأداء، لو وين المشكلة؟ لا شوف احنا سبحان الله يعني فريق الكهرباء بال يعني المباريات الكبيرة يبين يظهر مباراة منا، احنا كنا مضغوطين مباراة زاخو، الحمد لله حصلنا 3 نقاط يمكن، وزاخو يعني ما خسران بالدوري. يعني الحمد لله يعني احنا يعني تعرف الجانب البدني اللي كان مأثر شوية علينا يعني. بس البدني على كل الفرق. على كل الفرق. اي مو الدليل انه البدني على كل الفرق، الفرق متقاربة بالنقاط، يعني احنا فرق عن المركز الاول 3 نقاط. ملاحظة مهمة. مو صحيح؟ حلو يعني. القفز من المراكز الاخيرة للكهرباء في بداية الدوري الى المركز السابع، شلون تشوفه؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، شيء ممتاز، وهذا ما عمل عليه كابتن عباس والكابتن مهدي والكادر التدريبي. مباراة صعبة خضناها امام زاخو، والحمد لله والشكر حصلنا على 3 نقاط، وكابتن عباس اشتغل على هذا الشيء، يعني تعرف التفرق متقاربة. فحصلنا 3 نقاط، وحصلنا 3 نقاط من القاسم، قربتنا اكثر المركز السادس. هذا التقارب اللي تحكون به معناها شنو؟ دورينا قوي بالمنافسة؟ اكيد 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 استاذ. شنو تفسيره؟ هاي بعد التوقف والان مباريات الدور السادس والسابع صارت منافسة، صارت، والدليل ان نفط الوسط مصدر الدوري، والدليل ان الجوية جاي يتعادل، الزوراء جاي يتعادل، الفرق اللي كانت بوسط الترتيب هسه بداية الترتيب. اكيد هاي السنة دوري قوي. قوي الدوري ان شاء الله. زين، 9 جولات لعبتوا. اكيد. لو سألتك اصعب مباراة واجهتوها منه؟ اصعب مباراة كانت بـ9 مباريات مباراة القاسم. بسبب؟ هي كانت محك الطريق، كانت هي مباراة القاسم، كنا لا سامح الله لو متعادلين لو خسرانين لا سامح الله كانت
راح يبقى بالتعثر الفريق. اصعب مباراه بتسع جولات. انا اختلف ويا علاوي مباراه زاخ. هو انا اريدكم تختلفون. اي مباراه زاخو لان مباراه زاخو يعني هو سيقول قاسم بس يعني مباراه زاخو يعني هي اللي خلتنا يعني قصدي تعزيز النتيجه. تعزيز يعني نقطه بالفورم. فاجئني من اجاباتهم، لا احد اختار زوراء، لا احد اختار جويه. الفرق لا الجماهيريه، واحد اختار القاسم، تحياتنا للقاسم، واحد اختار زاخو. شلون؟ فريق ممتاز، فريق شباب، فريق سريع يلعب بروح حلو، فريق متكامل. وزاخو شوف اصعب لان بزاخر يعني المباراه ويعني نتائجنا كانت مو بالمستوى. اصعب مباراه محمد؟ انا اتفق مع توفي، مباراه زاخو لين قريب عليك. ها؟ لا مو لين قريب علي، لان احنا جينا يمكن تعادل مع يمكن تعادل مع زوراء، خسرنا ويا اماره بغداد، شويه صارت يعني مثل خلينا نقول كول على الفريق. مباراه زاخو وبرض زاخو صعبه كثير. لا هو استاذ علي علي قصده يعني استمراريه النتائج الفوز بالفهمة. يعني احنا لو لا سمح يعني الله متعثرين ام اقول لك هاي الكهرباء بين لعبه ولعبه وبين صدر وصدر، قصده استمراريه النتائج هي زين وصف. انا راح اسالك عن رايك بس مو اصعب مباراه، فريق عجبك مستواه من اللي واجهتهم او من الدوري بشكل عام حتى اللي ما واجه الكهرباء؟ والله صعب استاذ علي هذا، يعني فريق مستواه طيب يقدم مستويات طيبه تشوفه يعني عاجبك اداء؟ تكلموا الولد يعني قبلي قالوا انه الدوره ما بي يعني خلينا نقول ديش الفروقات صح، يعني متواجه اي فريق انه متقاربه، حتى المستويات متقاربه. بعد توف ايش راح يجاوب؟ جويه. الجويه عاجبك؟ اداء اي يعني صراحه حتى يعني من اصعب يعني كلش واجهنا الصعوبه خصوصا انه كانت اول مباراه ويعني فريق عالي المستوى. يعني ما اعرف يعني اذا النتائج سلبيه ايجابيه مباراتنا، بس بعدنا ما اعرف ملعب ضد الشرطه يعني بقيه الفرق بس تشاهد مباريات الدوري. اي شاهد. فريق عاجبك الجويه؟ اي من حيث الاداء. الجويه فريق منظم، فريق كبير. شو هم يجابون وانت مخلص؟ هذا دبلوماسي. لا مو دبلوماسي، انا ما معلومات احنا نصنع له. انا جاهز. هو اليوم يعاركم ابو حسين مناوي. زين بشكل عام كابتن اريد اسالك بالسؤالين. نعم. مباراه صعبه على الكادر التدريبي وفريق عاجبك مستوى؟ بصراحه احنا اول مباراه مع يعني مع الجويه لقينا صعوبه كبيره، خصوصا احنا لاعبين المحترفين يمكن ثلاثه ما اشتركوا وعندنا كان اصابات، تعرف اول مباراه بالجانب البدني كنا نشكو منه عكس فريق الجويه اللي متحضر لعب بطوله وفريق جاهز وكامل ككادر تدريبي كلاعبين. يمكن هذا الفريق يعني عجبني واني من المرشحين الفريق الجوي على لقب الدوري، رغم انه في اربع جولات متتاليه ما حقق الفوز. بس رجع مر بظروف صعبه. رجع مع فريق نفط الوسط، حقق فاز على متصدر، والجوية يمتلك كادر تدريبي يعني كابتن ايوب عنده خبره كبيره ولاعبين. الجوية هو اصعب مباراة يعني احنا واجهناها بصراحة ايضا مع الجوية. نعم. وعاجبك مستوى؟ عاجبني، ورغم احنا كنا الدقيقة يمكن 95 يمكن تعادل المباراة. زين خياراتهم شنو رأيك باختيارهم؟ زاخو القاسم مو هو ما الشباب كل من الى وجهة نظر صح. يعني علي قصده واضح بين فريق مستمر بالنتائج ومشي، والشباب الجويه بالفعل يعني فريق تكتيكي على مستوى عالي يعني. طيب أشوفه. بما انه محمد هداف الفريق مو، فلو سالتك اصعب خط دفاع واجهته بالدوري لغايه الان تحسه شرس؟ القوه الجويه بسبب العناصر لو التنظيم الدفاع اللي يمتلكه. لا يعني لعبنا المباراة الأولى مع القوة الجوية يعني كان صعب إنه تجتاز الخط، يعني خط الدفاع نتكلم عنه كمنظومة، يعني كلهم كمنظومة. جيدين. إيه كلهم جيدين. زين علي أفضل مدافع عجبك بالدوري؟ أفضل مدافع مميزة تحسه؟ عباس قاسم لاعب الزوراء. بسبب لاعب مستوى ثابت ولاعب مقاتل ولاعب له شخصيه بالملعب. مظلوم عباس هواي صار عليه حديث. اكيد عباس مظلوم، عباس يستحق منتخب قبل موسمين قبل ثلاثه كان بافضل عطاءاته، ولحد الان هو مستمر بافضل عطاءاته.
بس ما اعرف شنو السبب، ما اعرف استاذ علي. يعني مستغرب من عدم تواجده بقائمة المنتخب. اكيد، ومو بس عباس، اكو كثير لاعبين استاذ علي، احمد فاضل، كثير لاعبين اكو كانوا يستحقون. شو اثنينهم من الزوراء اختاريتهم؟ مو لاعبين يأدون استاذ علي، لاعبين يأدون، لاعبين بارزين، لاعبين اسماء بالدوري. بعد منو؟ بعد والله ما كاسرها بغير فريق حتى. لا والله انا يعني ما سأقول محمد على قابل يقول مصطفى يقولون لا محمد، محمد حاليا يستحق يكون محمد. راح احكي بتجربته والحديث اللي صار. مصطفى انت صانع العاب، نعم جيد، هذا المركز يتفق المختصين بالدوري جناح، جناح او صانع العاب، نعم، انه هذا نادر المركز بالعراق. افضل صانع العاب عندنا منه حسب رايك؟ افضل صانع العاب يعني، يعني يتثرو باس جول طبعا، يعني صراحة يعني المباريات ما شايف يعني. هناك هو لاعبين يجوز يعني اكو ناس تختلف وياي بوجهة نظر، بس ماكو فرق بين ما شايف وبين ماكو. انت ما شايف لو ماكو؟ لا والله يعني لاعب المنتخب، حتى اذا لاعب منتخب ما عندي مشكلة. لاعب منتخب يعني عندنا محمد قاسم، يعني محمد قاسم لاعب الشرطة. زين، الأرضية تأثر على لاعب الجناح؟ أرضية الملعب يا مباراة أو يا ملعب تحس ما جاي اللاعبين يقدمون مستوياتهم بسبب أرضية الملعب؟ والله يعني حسب يعني الموسم السابق عادي، يعني ملعب السماوة يعني، أو يعني يعني ما يعني ما تسيطر على الكرة السماوة. اي يعني كان كلش صعب بعد على الكرة غير السماوة. التاجي يعني ذيك المواسم، بس هاي الموسم يعني كل زين. شو اختلف ملعب التاجي المواسم السابقه عن هذا الموسم؟ والله يعني تعرف احنا صرنا خمس مواسم بالتاجي، يعني تقريبا اربع مواسم، اختلفت هواي الارضيه يعني، يعني حيل مختلفه يعني، انه الكره تمشي بمسارها الصحيح، انه يعني ما تجيك انه بالمواسم كانت مو صحيحه الارضيه. اي كانت صعبه. اي قبل موسمين ثلاثه. منو اصعب ارضيه بالدوري؟ احنا هسه لحد الان على الموسم هذا ماكو اي ارضيه. كلهم زينات؟ كلهم زينات اللي لعبنا عليهم كلهم زينات. لا حتى اللي ما لعبتوا، يعني مثلا عندكم المباراة القادمة مع الديوانية، اكيد انت شايفها بالتلفزيون بعض المباريات. وملعب السماوة شوي صعب بي انه الكرة تمشي بيها و يعني تبدع بيها، خلينا نقول يعني لازم اصعب ملعب. حسب ما شاهدت مباراة الطلبة والسماوة، ملعب السماوة لان يعني الكرة بالباص ما مستقر زين، لازم ثلاث مسات اكثر يلا تخمد الكرة. زين، اللي يسمع، اللي يسمع حكي اللاعبين يقول ماخذين ملعب الشعب كل موسم، مو تقول التاجي وكل العالم تعترض على ملعب التاجي كات. لا ابو حسين، الموضوع التاجي يعني هالسنة تغير؟ تغير اكيد على إدامة، ونشكر يعني إدارة التاجي وطه عبد حلاته تحياتي إليه، يمكن إدامة كبيرة للملعب. أتصور يختلف عن المواسم السابقة يعني من إداء، حتى اللاعبين هم دا يلعبون، إحنا ممكن من برا أو ننزل، بس هم دا يحسون بالملعب أكو تغير أكو إدامة، وهذا لازم بكل الملاعب. زين، تيم أنتم كفريق، نعم، وين أفضل لكم الملاعب الجيدة؟ إذا نتحدث عن ملعب النجف، كربلاء، ملعب، نعم، الشعب، إحنا لو ملاعب تاجي، ديوانية، سماوة وغيرها. الملاعب الجيدة خصوصا ملعب البصرة بكربلاء لعبنا مع الزوراء، مع القوة الجوية بملعب الشعب كنا جيدين رغم قوة فريق القوة الجوية. أكيد الفريق الجيد هو اللي يريد الملعب الجيد يخدمه. دليل النتائج، نتائجنا، نتائجنا يعني طيبة على دائما بالملاعب الجيدة. احنا مع الميناء بالبصرة كل النتائج، مع زاخو. زين، شنو السر فريقكم يظهر بمستوى طيب؟ منو التليفون جاي كابتن انت؟ لا اوكي، موبايله يتصل كابتن، قول منو، ما ابي هالشيء. ها انا اسف، اي منو هسه؟ اوكي، اعتذارك مقبول. صديق منو اتصل عليك وزعجك بالمباراة؟ والله صديقي، اخي صديق واثق، تحياتي لابو مصطفى. طيب، نعم، سر تميز فريقكم امام الفرق الكبيرة؟ احنا يعني بصراحة يعني المختصين واللي يفتهمون في كرة القدم، احنا فريقنا اسلوبنا وطريقة لعبنا مع الفرق اللي المنظمة، احنا فريقنا دائما يبرز، لان احنا الفريق الجيد يعني عندنا الحمد لله. تحياتي للكابتن
كادرنا التدريبي يعني كابتن عباس وكابتن قصي بدر واضافه الى مهدي كاظم، عندنا خبره يعني بهذا المجال صار لنا هواي. فالفريق اقول لك اياها بالعاميه، الفريق المنظم يعني احنا عندنا اسهل من الفريق اللي يلعب كره. شوف هسه معظم نتائجنا مع الفرق اللي تلعب طويل او تشوت او يعني، بس الفرق المنظمه لا احنا عندنا حلول ويعني حافظين مراكزهم لاعبين ومنسجمين دائما يعني نخربط تنظيم اي فريق على مستوى عالي، لان احنا عندنا واجبات دفاعيه، واجبات نعرف يعني وضعنا الدفاعي بالملعب، نقطه الدفاع. وصور دائما المحللين النقاد اللي يطلعون بالبرنامج شادوا فريق. هم تتابعون التحليل مباريات؟ والله احيانا نتابع ونستفاد يعني من الانتقاد. نعم انا هسه بالعراقيه الرياضيه تحياتي للكابتن حيدر جبار ماكو العراقيه السنه ما ناقل الدوري لا برنامج الكابتن اكو تحليل بي حيدر جبار وكابتن صفاء، يعني اتصور يعني نستفاد نباوع ونستفاد. واللي ينتقدكم الضوجون؟ لا اللي ينتقدنا ذا بالعكس احنا نستفاد، لان هو احنا انت ماكو مدرب كامل ولا يعني مهما تكون لازم تستفاد. بس اكو نقد مثل بمصلحه شيء هذا من قبله والرغبه. شنو يعني مصلحه؟ يعني اكو تجريح بالمدربين يعني 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 تجرح مدرب او يعني معقوله تكلم على مدرب في سبيل محلل يطلع باستوديو تحليل يحاول يقلل من قيمه المدرب الزميل؟ اكو صارت عندنا بالمراحل. انا اقول لك استاذ علي، انا قبل 5 سنوات كنت بالعراقيه الرياضيه احلل، يمكن ما جرحت مدرب، ممكن انطرائي ممكن اكو بهم لا الزام، يعني ما يصير انت مثل مدربين كبار صار لهم 30 سنة تقول لازم يسوي، لا هاي هذا تنقص من قيمة المدرب. اكو محللين مثل عنده مصلحة مدرب يريد يغيروه او شيء، يعني اكو هيك طموح فينتقده، ومع الاسف بعض الادارات الضعيفة تسمع يعني لهذا تسمع اكو اي طبعا. لكن لا انا اللي اشوفه خصوصا برنامج الكابتن والله العظيم بدون ليش يعني المدرب دائما حلقة ضعيفة بالادارات؟ اي هو هاي المشكله، يعني شوف النتائج الزينه كلها تفرح بيها كلها تقول اني، بس بالخساره شماعه المدرب حتى تغير المدرب والاداره باقيه، لان مثل ما تعرف الاداره منتخبه يقول لك انا منتخبه، بس المدرب ممكن تسكت الجمهور او تعطي حل بتغيير المدرب. كثره المدربين بالعراق مشكله، سببت مشكله عندنا اكيد اكيد، مشكله كبيره هاي يعني مال المدربين. وانا تكلمت في لقاءات سابقه الاتحاد تقييم او تنظيم يعني تقييم المدربين تصنيف المدربين ما عندنا. اكو معايير لتسميه المدربين بالانديه بالمنتخبات بالفئات العمريه؟ اكو معايير؟ والله ما عندنا معايير، احنا احيانا نصيب واحيانا تخيب. يعني لا شلون اسمي المدرب؟ سمي احنا معروفين يعني المدربين، اذا ما عندك علاقه وما عندك هسه معظم الانديه بصراحه اذا ما عندك سمسار وعلاقه وهذا ما شوف هسه المدربين الكبار قاعدين، يعني هواي مدربين قاعدين ببيوتهم، بس العده يعني مدرب ها يعني هسه بادو عده علاقه وهاي مطلوبه مع الاسف. يعني شنو علاقه؟ ما افتهمت. علاقه انت علاقه شخصيه؟ علاقه سماسره يضغط بالاعلام، هاي موجوده، مدرب يطلع بالاعلام على يضغط الهيئات الاداريه، يعني هيك يعني الادارات قامت تسمع للاعلام ولمواقع التواصل الاجتماعي وتسمي مدربين وفقاً لهذا. اكيد معظم الادارات، لان بصراحه معظم الادارات يعني ما الموجودين ما عندهم يعني تاريخ. هسه شوف انا دائما احكي ادارتكم تشتغل بهذا النهج؟ والله يعني احنا ادارتنا مستقره نفس وضعهم وشوف دليل نتائجهم السنوات الاربعه الاخيره، يعني فريق الكهرباء اسم قوي هسه بالدوري، وهذا استقرار الاداره واستقرار الكادر التدريبي. طيب ما دام تحدثنا عن الكادر التدريبي نعم شوي نحرجهم. لا اقرب مدرب لك؟ أقرب مدرب صديقك تحسه؟ محمد من يومك سويت هيك؟ اي والله مو لان كابتن مهدي، مو لان قاعد يمي، بس هو كان بالطلبه هو المدرب مالتي، هو اقرب شخص. انا صعدت من الشباب، هو صعدني من الشباب راحني للفريق الاول وبقى وياي على تواصل. فكابتن مهدي انت هواي شالع قلب الحارس محمد كاظم، يعني بالخط تتأخر
لا تاخذ غراضه يعني شنو قصتك؟ ليش هيك؟ شوف ما ياخذ غراضي والله هو ياخذ غراضي ياخذ الحاجه من قدمه يرجعها محمد. ايه ايوه محمد باي الامور شالع قلبه كلش. يابا يقول هو انت شالع قلبه وما ترجع غراضه وتاخذهن وبالخط دائما مأخر بالخط اعطيه موعد يجيني قبل الموعد بربع ساعه بنص ساعه. محمد انا غير قلت لك فلان وقت يجيني لا هو قطوعات احنا اللي تاخر واحنا مكاننا بعيد عن هذه نطلع ايه فرق ساعه ساعه ونص عن التدريب. ايه شنو لقبك صديقي يسموك بويول؟ اللقب طلع لي تحيات ابو نورس كابتن بهاء كاظم تنت بالطلبه ولحد الان ماشي معتاد لو نسى ماشي لحد الان ماشي تحبه يعني اكيد وبعد مشي اللقب وياي زين. منو اقرب مدرب صديقي لك؟ هو يعني اي كابتن مهدي وكابتن عباس اقرب شيء يعني انا صار لي من 2016 تقريبا يعني وياهم حتى من رحت للنفط طلعت رجعت للنفط يعني نتواصل وياهم زين. عمد قصه يا معود اللي زعل علي دروسك لي غاد عمد عفنا انا قصه لا صراحه يعني الكادر التدريبي قريبين جدا من اللاعبين صراحه يعني واحد يحكي كلمه تضحك اي خلينا نقولها كابتن قصي قريب وكابتن بدر قريب والكابتن مهدي قريب حتى كابتن عباس انه هذا علينا اي يعني مو انا قلت احنا فريقنا علاقه خارج كره القدم عائليه كلش يعني موجود اصلا الفريق الكادر التدريبي زرع بينا هذا الشيء يعني خل اقول لك معلومه احنا حتى كابتن قصي وكابتن بدر يعني يجونا قبل المباراه مثلا كابتن بدر يقول لي هذا الحارس هيجي مثلا شوت عليه ارضي او مثلا وكابتن قصي يوجهنا لازم تتحفزون لازم صح. يعني كلهم يعني قريبين علينا بس انت شوي حرجتنا بهذا السؤال. ابو حمد انت كنت في شباب الزوراء اي وانتقلت للخط الاول بس لحد الان ما نعرف شنو سبب خروجك من الزوراء. والله صراحه انا هم متفاجئ يعني من هذا القرار ولحد الان ابحث عن السبب ليش خرجت من الزوراء ما اعرف هاي شن؟ أي والله كل هاي السنين لحد الآن لحد الآن أنا أبحث عن السبب ليش تم إبعادي من الفريق ما أعرف يعني مع العلم إنه أنا لاعب شاب وصعدت من فريق الشباب للأول اللي راح عن الكابتن راضي شنيشل من فريق شباب للأول لعبت مرحلة أي مرحلة بين مرحلتين صعدت للفريق الأول الموسم الثاني بقيت وياهم خلص يعني ما لعبت كثير من المباريات يعني معدودات من خلص الموسم اتصل علي احد الاخوان الاداريين الموجودين بالنادي قال يابا الاداره والكابتن يقولون ان محمد يرجع نشوفه. يعني شنو نشوفه نختبر؟ يعني اختبار مثل الاختبار يعني انت ملاعب مرحله انا ابن النادي يعني لاعب صاعد من الشباب اي انا حكيت هذا الحكي قلت له انه انا جاي من الشباب شلون يصير هيك؟ قال ما اعرف هذا الحكي اللي قالوا لي اصلا محمد قلت له اوكي انا بعد ما اقدر انه اسوي شيء يعني انتم صاعدين شلون يصير هيك انا؟ انسحبت من الفريق وشفت طريقه. يقولون اخوك شارع قلبك بين فتره وفتره وداعم لك السياره مفلشها ورايح بايح على التفصيل شنو الموضوع؟ اخوي كنت طالع بالسياره فرجعت قال بس اروح بيها صديقي وارجع. هاي البس قلت له اوكي هاك هاي امه قالت روح وراه شوف وين راح قلت له لا خليه هسه يرجع ما يروح بعيد فماكو 10 دقائق بعدنا استونا غيرت ملابسي دق التليفون هاي ابي قال تعال انا شارع فلسطين قلت له شبيك قال دعمت السياره قلت له سهله ما دعمت احد قال لا ما دعم احد لزين ما دعم سياره ولا شيء قال لا ماكو هيك على الرصيف قلت له خوش جيتك اخذت سياره جوارينا كان اخذت سوش من يمه وطلعت بالسياره رحت له ابو الشارع فارغ سياره وين فتت يعني على مساحه بيروت باقه من هالشيء مساحه بيروت فلفت ابو بس ناس ملتمه وعماره والناس يم العماره زين سياره وين؟ ما بجوار العماره بوايت هيك وقفوا بالعماره شلون؟ الارصفه كلهن عابرهن مرتبك خطيه فدايس على البنزين حيل ومكمل ومسمزين الحيط مكفى زين ما ابي شيء صوت الحمد لله شنو مستقبل السياره؟ السياره راحت صار سوالف. طيب كابتن عدم دخول الجماهير الى الملاعب اثر على مستوى الدوري؟ من الناحية الفنية أكيد أستاذ علي وخصوصا الفرق الجماهيرية عانت يعني سبب واضح خصوصا الأندية الجماهيرية لأن كان الجمهور يعني له دور فعال بهاي المسألة لذلك بعض الفرق الجماهيرية تساوت حتى فنيا داخل الملعب مع الفرق المتوسطة
اها ايه اكيد يعني هسه فريق الزوراء يعني لو اكو حضور جماهيري وتعرف قاعده جماهيريه الزوراء الجويه بس الزوراء بصوره واضحه يعني بينت يعني اكثر شيء اثر على الزوراء اكثر شيء على الزوراء يعني الزوراء لو جمهور موجود كان نتائجه ووضعه يختلف انت مع الطرح اللي يقول الفرق الجماهيريه بدون جمهورها فريق عادي لا مو فريق عادي بس يعني فقدوا جزء كبير يعني تعرف لاعبين المنتخب احنا انديه جماهيريه لعبنا الجمهور له دور يعني انت من الملعب مقبط او لعبه مهمه جماهيريه انت تحسب لها الف حساب يعني لازم تظهر بمستوى جيد لان انت وراك عالم شجعك بس انتم مستفيدين من هذا القرار احنا ما عندنا يعني جمهورنا قليل بس متابعينه واللي يفتهمون في كره القدم يعني مقيمين فريق الكهرباء لا بشكل عام انت شو تفضل دخول الجماهير لو لا اني بالعكس انا اريد الجمهور احنا عندنا لاعبين هسه عندهم نضوج كروي يعني معظم لاعبينه وعندنا لاعبين مؤهلين للمنتخبات يعني عندنا علام حسين هديب توفي محمد يعني علي خالد كلهم الموجودين عددهم كلهم بالمنتخب الكهرباء أنا قبل أيام كنت بقناة طرحت المنتخب الرديف يعني هسه فكرة مهمة وهواي انطرحت الإعلام بس ما أعرف شنو السبب عدم تنفيذها شغلة جدا مهمة يعني أكو لاعبين ممكن جيدين بالدوري بس مراكزهم بالمنتخبات موجودة محجوزة مثلا لاعبي بالوسط هذا ممكن أنت تسوي رديف تطي دافع للدوري اللاعب النادي وبالتالي وين انت يصير عندك بدلاء للمنتخب الوطني واللاعب اللي يبرز بالدوري يعني انت مقيمه اي صح. انا من هسه محمد كلها محمد لين اجتهد وقبل سنه سنتين محمد كان زين لكن نضوج الكره وليش اقول لك هسه انا اتمنى جمهور مع الفرق الجماهيرية لأن عندنا لاعبين عندهم نضوج كروي وخبرة بالعكس هذا يقدم أكثر يعطيك دافع يقول لك أنا عندي وراي منتخب وطني منتخب رديف فيصير دافع وحافز بالتالي اللاعب من يتطور موبايل من؟ ما سألك السرعة؟ بالتالي اللاعب من يبرز بالدوري لازم اكو تقييم له مثل المنتخب هذه فكره المنتخب الاولمبي اللي انطرحت هواي من يمكم ومن كثير اولمبي او رديف او الرديف ايه ليش ما جاي تطبق والله ما ادري المسؤولين على هذا لان لازم فد كادر تدريبي يعني ما عنده نادي او هواي مدربين ودعوه يمكن بالاسبوع يوم يومين هاي تعطي حافز للاعب حتى الدوري اللاعب لو اكو بطولات غير رسميه ممكن اشترك ممكن قبل المنتخبات احنا قبل مو كان اكو اربع منتخب الخليج بطوله الخليج منتخبات مو كنا ندوز اربع منتخبات فيصير يعني اللاعبين بروز لاعبين لهم يعني يبرز بالدوري حتى تقيمه عدم دخول الجماهير اثر على المستوى أكيد أثر على الفرق الجماهيرية تعرف حكم الزوراء الجوية الشرطة تعرف طلبة ما حد يذكره كابتن لا والله وقت هذا الطلبة يبقى أنيق ويبقى الطلبة إلى تاريخ ولا ناسة ولا لاعبي هسه معظم مدربي الدوري من الطلبة تاريخ الطلبة وينهم عن وضع الطلبة والله المسؤولين عن نادي الطلبة هسه الوزراء اللي جت الوزارة دعم مادي أكثر من ست وزارات تغيرت معقولة السبب ست وزارات؟ إي ما ينطون ما أنا أقول لك أنا تعرف علي لا أجامل ولا الحمد لله لا محتاج أجامل ولا شيء بس أنا تكلمت أكثر من مرة يا أخي أنطوا فلوس وأنتوا خلوا اللجان وحاسبوا أنتوا نادي الطلبة لا مهدي ولا علا ولا فلان ملك الجميع هذا نادي تاريخ إله كبير يعني ما معقولة أكو أندية وراح طبوا بموضوع ثاني أندية 7 مليارات وأندية 600 مليون وهذا هم خطأ ماكو عدالة بتقسيم الأموال ماكو لازم الأندية شوف هسه الخليج وهي كلها مؤسسة أغلبها كلها فلوس من الدولة أستاذ علي أنت الأندية لازم كلها بالتساوي ليش أنت لازم تسوي تنافس أنت وين التنافس إذا لاعب عقدة 300 ولاعب 750 راتبك الشهر ونص لو يطول ولا وين التنافس الانديه لازم كلها تتساوي بالاموال مليارين كل الانديه ايش راح يصير اللاعبين راح تتوزع المدربين كلها يبين شغلك اي
استاذ علي راح يصير تنافس، تنافس شلون تشتغل شلون يصير تخطو. تنافس يصير بالفرق باللاعبين، يعني فريق عنده 9 بالمنتخب فريق ولا لاعب بالمنتخب، لو اموال متساويه كل اللاعبين توزع على الفرق يصير تنافس، راح يطلع لك اللاعب الجيد المدرب الجيد وبالتالي بمصلحة طيب. المنتخب لو ذاكر الطلبة كان ما فتحنا موضوع الطلبة، شفت شلون طلبة تاريخ أثر على هذه الطلبة أو النعم أثر على الفرق عدم دخول الجماهير. أنتم كلاعبين اليوم بالكهرباء شو تحبون، قرار دخول الجماهير؟ أكيد قرار دخول الجماهير، بس أنتم فريق مو جماهير يعني. احنا الدليل النهائي مباراتنا مع الزوراء، مع الزوراء مع الشرطة مع الطلبة كلها كانت فيها جماهير المباريات، والدليل احنا توفقنا. يعني انت كلاعب تفضل دخول الجماهير أكيد المنافسه أكيد اللي تشجع فريقها اللي تحفزه أكيد لك افضل اكيد. شنو شو تسوي هيك؟ اي اكيد انا مع الطرف، انا يصير لي حافز من العب ضد فريق جماهيره خاصه اذا جمهور ضدي يعني والله يعني الحافز يصير ضعف، يعني حاليا يعني يجوز نجيب حافز على، بس من تسمع الجمهور ويعني انت بالمنزع بعدك تريد تبدل وهيك يعني ما يسوي ضغط على الفرق الاخرى وجود الجمهور تحفيزه لفريقه. انا احكي لك على كلاعب العده ثقه بروحه، الفريق عده ثقه ما يتاثر بالجمهور بالعكس يتونس. اها والله تتفق حلاوه الدور الجمهور صح، يعني تدخل المباراه وتشوف انه عدد كبير من الجماهير موجوده حتى من تلعب المباراه لك واهس ولك سر يعني في الدافع انه تقدم ضد هذا الفريق والعالم ضد تبارك حتى ذا يدفون ضدك ماكو مشكله ويخبصوك وما يخلوك. لا 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 بالعكس 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 هاي يعني شلون خلينا نقول تصير اثاره لك بالعكس. اي شنو سبب عدم دخول الجماهير حسب تحليلكم انتم كلاعبين؟ نشوف المولات والاسواق وباقي مفاصل الحياه كلها الحياه طبيعيه الا بكره القدم ماكو جمهور. والله صراحه يعني ما نعرف هو ليش القرار انهم متوقفين عليه او متاخرين به لحد الان ما اعرف. انت مثل ما ذكرت ان المولات والمطاعم الاسواق اللي موجوده المفروض يدخل الجمهور ولو فد يعني خلينا نقول فد نسبه إيه؟ مع دخول الجماهير نعم نسبه لو كامله حاليا اذا يعني هم يشوفون انه اكو خطر على يعني الاشخاص على الناس اللي يجون خلوها بنسبه مثلا 50%. زين كابتن سمعنا انه اكو دعوه لمحمد للمنتخب الوطني، لو هذا مجرد حديث على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا محمد يعني هو بروزه بالدوري والساده يعني المسؤولين عن المنتخبات كلهم مهتمين به يعني، وانا حتى كنت كابتن رحيم يعني رحيم كلمني ويعني كلمني بان هو يشد حيله يعني مخلين في حساباتهم محمد، لان بالتالي محمد لاعب وسط شبه يمين او شبه يسار عنده هذه الاهداف، فاكيد محمد يمتلك خامه جيده يمتلك مقومات اللاعب وان شاء الله ياخذ فرصته، وخصوصا هاي البطوله الرباعيه فرصه اللاعب الدوري يعني البحث عن لاعبين غير اللاعبين توسيع القاعده توسيع القاعده هذا تنحسب للكادر التدريبي، فأكيد محمد إن شاء الله يكون اسمه مع المنتخب. محمد أنت هم قرأت اللي أنا قرأته بهذا الموضوع؟ والله أنا يعني أصدقائي إنه قالوا أكو هيك خبر، أنا شوية بعيد عن هالمواقع التواصل الاجتماعي جيد إيه، فمن قالوا يعني فرح الصراحة وتشرف إنه مثل منتخب الوطن وجاهز بعد، هو طموح كل لاعب يعني أكيد يوصل لهذه النقطة أكيد. لهذه المرحلة مو؟ إن شاء الله أكيد طبعاً. شنو شعورك راح تكون موجود بالبطولة الرباعية؟ والله أكيد إذا يعني تم الدعوة إن شاء الله فخور، وإن شاء الله إنه أدخل مع المنتخب إنه مو بس تكملة عدد أو بس دعوة إن شاء الله أكون رقم صعب بالمنتخب. جيد، أنتم بشكل عام بالكهرباء عقود لو رواتب اللاعبين؟ عقود بس هي تتقسم على رواتب، أكو رواتب أكو لاعبين بس رواتب وأكو عقود وتتقسم على رواتب. أكو أزمة مالية بالفريق؟ والله هي الأزمة موجودة بكل البلد بكل الأندية، لكن إحنا يمكن على السنة الجديدة ما عندنا أزمة حالياً، بس موعدين على السنة الجديدة وهو ظروف البلد كله لحد الآن جيدين، يعني أعطى يعني دفع من الرواتب والجزامات. شقد مستلمين يعني بهذا الموسم الدفعة الأولى؟ الإدارة وفرت الدفعة الأولى وكل لاعبين استلموا راتب. راتبين كل لاعبين راتبين كل لاعبين راتبين إيه. اللي موقع براتب يعني استلم راتبين، واللي موقع بعقد انه استلم دفعته يعني دفعت. الامور جيده طيب. ونطمح ان شاء الله على السنه الجديده تجي الاموال
تصير امور طيبه للاعب. زين، منو بكم تعين من خلال وصولكم الى نهائي الكاس؟ تعين على ملاك الوزاره. انا محمد الثاني. انا تعينت. عقود؟ عقود كنا اجور النوب هسه سوينا عقود. زين، ومفرغين لو مثل علام حسين هم يروح وبصمه؟ هم نروح ندوم يعني. عجيب. اي والله راح نقعد الصبح نداوم محمد بالثنتين بالليل. كيف ما تحلون هذه القضيه؟ والله يعني علاقه الاداره بالوزاره طيبه. لاعب يروح 8 الصبح يبصم؟ لا حجي علي يمكن اتصل يعني الاداره يحاولوا ويعني مواعيدهم عن قريب ان شاء الله. هذا المساله جدا مهمه لان ما ممكن اللاعب يطلع الصبح يروح يداوم هذا. لكن هي الاداريه وعلى راسها حجي علي الاسدي ساعين بهاي المساله. وهذا الحديث كون تسمح لي بالصراحه. نعم. انطرح بالموسم الماضي من استضفناكم انتم وعلام. نعم. حسين. ايه قبل شهرين هاي من الجد الحجي رئيس النادي تكلموا وياه واتصل. لكن عسنة جديدة اكو نظام وسيستم جديد. شنو صعوبة الدوام؟ يعني تروح تداوم 6 ساعات؟ الدوام ابصم بثمانية الصبح. ثمانية الصبح. ايه وبالثنتين. بالثنتين الظهر. ومن الثنتين قبل تروح للتمرين. للتمرين. تتمرن. للستة العصر. للستة العصر. إيه. نفس الشيء. إيه نفس الشيء. كنا اللاعبين. بالثنتين بالليل مرة. آه إيه بالثنتين بالليل هم نروح. حضر ما تجوا. حضر دراجة. دراجة مرات بايسكل أروح عليه. محمد مناوم يعني يبقى. ما أنا أكو شيء يعني هو. تشغيل اكو انا يعني يومي عايز. اعرف ايه يعني محمد يوقف استاذ علي ما اشوف كهرباء ما اكل ايه داوم. لا بس ضروري لاعب الدوري لازم يعني يكون له اهتمام خاص يكون تفاصيل. يقول بالثنتين بالليل اروح بالبايسكل اذا حضرت جوال. إيه بس هو يوم بالاسبوع يمكن. اي كل 3 ايام الرابع نداوم. لا هاي المساله نطرحها يعني انا مع الحياه الاداريه وان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. زين عندكم مباراه مهمه مرتقبه امام الديوانيه. نعم عندنا مباراه. شو تروحون واستعداداتكم؟ احنا باكر تمريننا ب 12 راح نتمرن ونذهب الى الديوانيه. اها نعم. تحضيرات فريقكم طيب؟ والله تحضيرات كاي مباراه احنا كل المباريات عندنا مهمه. وراح نروح الفريق جيد يمتلك اداره جيده جمهور جيد فريق الديوانيه. والامور الفنيه يمكن كل الاوراق اوراقنا واوراق فريق الديوانيه مكشوفه يعني بعد 8 جولات. وان شاء الله يعني الفريق يكون عند حسن ظن الاداره وظن الكادر التدريبي. شلون التحضير الديواني؟ اكيد فريق الديوانيه فريق محترم والكابتن عباس والكباتن خلوا المنهاج لهاي المباراه وان شاء الله نحصل على 3 نقاط. اها ديوانية صعبة بملعبه ان شاء الله. يعني كرة القدم ما بها يعني فريق صعب ولكن تعرف هم فريق يعني هذا الموسم يعني الانظار عليه بحكم المحترفين والإدارة الجديدة. اكيد احنا نطمح لـ3 نقاط اذا يعني اي مباراة احنا ندخلها نطمح لـ3 نقاط. وان شاء الله يعني نحققها يعني مو شيء صعب. ديوانية عمي. ايه يعني ديوانيه صح. الديوانيه ترى الموسم الحالي نشوفه مختلف يعني فريق افضل يعني اي قاعد يؤدي مباريات كبيره صراحه. بس ان شاء الله مستعدين للمباراه ويمكن كل احترام وتقدير نادي الديوانيه ودارته المحترمه. الكادر التدريب وضع نقاط القوه ونقاط الضعف ونشتغل ان شاء الله ونقدم. هو قاعد يقول ديوانيه يريدك تحكي ديوانيه يريدك بس تحكي ديوانيه. لا فريق محترم فريق محترم يعني واي فريق نواجهه هو فريق محترم. لان كره القدم ما بيها ما خلي زين الامور زين الحمد لله. طيب مصطفى عندك مشاكل كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي. مو لعبي هذا العالم الالكتروني منصات التواصل. اشادات طيبه على المستوى الفني لكن هذه الملاحظات. اولا اكثر موقع ترتاده شنو انت؟ انستغرام بدون لا تجاوب. طيب شنو سر هذا الموضوع؟ ليش انت مولع بهذه التفاصيل بمواقع التواصل؟ شوف انا مو مولع بس انا بحكم اكو لاعبين هواي امور يسووها يعني يجوز ما يصورون. يعني مثلا لاعب يطلع يروح يجوز انا اسوي شغلات صح انت تشوفني انه انا انشر او غيرك يشوفني انشر. بس انا اكو شغلات اكو لاعبين يسووها تضر بهم انا ما اسويها. اللي هي شنو؟ هواي لا هواي امور
يعني والقريبين على مصطفى يعرفون هاي يعني لا هذا شنو الشيء؟ الامور اللي ممكن يسووها تقول تضرهم وبالمقابل سهر. انت ما تسوي يعني امور وايد تضرهم يعني والله ما راح تعطيني ولا انا ما اعطيك لا يعني اكيد كابتن انا كابتن داون يلعب لك باص يسعفك لا عليك بنفسك اي صحيح يعني مو كابتن هم هسه العالم انت مثل ما تقول عالم تشوف فقط مصطفى المواقع الالكترونيه ما ماخذه من مستواك الفني بصراحه ما ماخذه من وقتك لا والله ما تسهر لا ما اسهر والله اي يعني هاي فانزات مصطفى وهذه معجبات وما ادري شو اول شيء شوف استاذ علي انا طالب جامعه تكنولوجيه يعني طيب. قبل اكون لاعب وانا مثقف يعني واذا على سالفه انه اهتم بلبسي او اهتم بمظهري او هذا الشيء يعني كنا نسوي اذا سالفه انه فقط انه انا مرحله انت ها مرحله رابعه مكبل لا والله ما مكبل بالجامعه طيب ترتاد مواقع التواصل الاجتماعي تتابعها اكيد اتابعها بس ما متعمق بها استاذ علي مو مثل الجماعه لا ما متعمق بها يعني اتابع الاخبار اتابع يقول ماكو تحت والله لا لا ما والدليل اخذوا الصفحه مالتي مال الفيسبوك ولحد الان ما اعرف ارجعها منو اخذها تهكرت يعني والله تهكرت اخذوها من عندي وانت انا ذكرت لك بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي هو محمد يعني قليل انا اقول لك هو احنا كنا يمتوف محمد انتم نسقط عي بنوها صار سنتين هذا شو كنت تتمنى نسقط عي كملت ان شاء الله كملت؟ كملت ان شاء الله ما بقى شيء غرفتك وين فوق جوا فوق بالكون ايه اسمع بيها بالكون بيها بالكون اي شنو رايك باللي يتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي؟ اليوم صار منصه مهمه تسمع بها اراء الجمهور تفتح لك الفرصه لاخذ استطلاع واستبيان هسه احنا لا نقول مع البعد النهائي ولا القرب القرب يعني امر بين امرين انا مو قلت لك كلش بعيد عن مواقع التواصل لا يعني قليل ارتاد انه ادخل عليها واشوف شكو ماكو مرات ايه. بين فتره وفتره انه ادخل اشوف شكو ماكو شلون تتعامل مع الانتقاد لو والله اكو عن صراحه حتى لو ينتقد انه اذا شيء صح انه منتقدك في شيء صح وشوف تستفاد من يمه راح تاخذ بيه وتخلي يعني ببالك وتمشي عليه وتصححها حتى لا يصير بعد انتقاد على الموضوع زين بيش الورقه ها منين اللي قبلته جديد يجينا رسائل فحتى اخذني الوقت هسه خلص الوقت ما ادري يعني خيام تفاصيل عقيل عبد الحسين وهواي اسماء جايتني والله الكابتن كاظم فليح رسائل كثير اي شنو قصتك والله أديت كم مرقة قالوا صعد دولار وبعدها وتورطت راح تصرفها لا ينزل بس لا يصعد نوم شكرا جزيلا لحضوركم أتمنى لكم التوفيق كابتن حبيبي أستاذ علي أنا أشكرك وأشكر برنامجك وتحية خاصة لك والجمهور شكرا علي تعبناكم شكرا أستاذ علي ماكو حراج لا محمد شكرا لك بس علي أكثر شيء يعني شكرا موصول لكم مشاهدينا الأكارم نلتقي غدا سلام عليكم ورحمة الله